سلام حبايبي، تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح، ربي يحفظكم وينجيكم يا رب. بغيتي تزوجي بنتك؟ بغيتي القبول؟ بغيتي الهمة والشان؟ بغيتي تكوني ايجابية؟ ان شاء الله بحول الله وقواتي. ان شاء الله البنت اللي معطلة عن الزواج، البنت اللي باغا تزوج، البنت اللي باغا تجلب قبولها، هذه الوصفة كاملين اللي بغاو البنيات يتزوجوا يديروها بالنية والصفة، غادي يكون عندهم يا لله الرزق والهمة والشان، ويكون يجي الرزق من كل درب وكل حومة. إذا التومة اللي غادي نديروها بواحد الطريقة زوينة، وغادي تكون البنت عندها طاقة إيجابية. البنت اللي بغات تزوج والبنت اللي بغات تحيد النحس من العتبة وبغات خطابها يدخلوا، إن شاء الله تدير هاد الوصفة، لأن بدون قسم غادي تجلب لها الرزق وتجلب لها المحبة وتجلب لها كل حاجة. إذا توما غادي إن شاء الله البنت غادي ديرها هي والطمرة، تبيتها تحت راسها 3 أيام، 3 أيام بالنية ديال طرد النحس. اول حاجه غادي تدوزيها على الجسد ديالك، غادي تدوزيها على الجسد ديالك وانتي تدوزيها وتتمناي الحاجه اللي بغيتي بدون قراءه بدون حاجه، تتنوي وتتجذبي. بغيتي خطاب، بغيتي السعد، بغيتي انك تجلبي الخطاب وتغادي تحيدي النحس من الجسد ديالك. اذا الخطاب الا بغيتيهم يدخلوا العتبه، غسلي العتبه بالماء والملح وليمونة من الحامض، ليمون غادي الماء والليمون والملح، تغسلي العتبة 3 أيام، 3 أيام قبل ما غادي نقول لك أشنو غادي تديري في هاد التومة وهاد التمرة. إذا هاد التمرة اللي غادي تجيب لك السعد وتجيب لك إن شاء الله المحبة وتكوني إن شاء الله مقبولة. غادي تدوزي التومة على الجسد ديالك وانتي تتمناي كل حاجة تتمنيها على هدى من الله. اذا بغيتي الرزق غادي تقولي اللي في خاطرك، بغيتي تجلبي عمل غادي تقولي اللي في خاطرك، لا بغيتي المحبه ديال شخص معين غادي تقوليها في خاطرك، اي حاجه غادي تقوليها في خاطرك وانتي تدوزي على الجسد ديالك بحال هكا، تدوزي وانتي تتمناي، غادي تحطي على قلبك وتتمناي وتجذبي الحاجه اللي بغيتي ان شاء الله بحول الله وقوتي، وغادي تحطيها تحت راسك 3 ايام. اما التمر، التمر غادي ان شاء الله تدوزيها على دوزيها على داس كامله وانت تقولي قبول 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 قبول، هذه هي اللي غادي تقولي قبول قبول، وتتمناي قبول مع من شخص معين، قبول مع داك الشخص اللي بغيتي تذكري بسميتو مع نفسك بدون ما تنطقي بدون ما تقولي. إذا قبول مع الشخص اللي بغيتيه، وغادي إن شاء الله بحول الله سيد أو الشخص المعين اللي بغيتي يدخل للعتبة وبغيتي يكون عندك السعد المليح مع هذاك الإنسان، غادي تذكري الشخص المعين في نفسك قبول، أو ذكري قبول مع أولاد آدم أولاد حواء، أو قبول مع المدير ديالك أو مع المحبة ديال شخص معين، أو مع البنت كينا البنت اللي ما عندهاش قبول مع البنات او الصديقات ديالها في الدراسه، غادي تدوزها على الجسد ديالها وغادي تقول قبول 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 قبول. اذا غادي ان شاء الله بحول الله وقوتي نوضعها تحت المخده، المخده اللي غادي نحطها باذن الله بالنيه، وغادي نخليها 3 ايام تحت الراس ديالي، تحت الراس ديالي. اول حاجه غادي نديها البوطاغاز اللي غادي ان شاء الله نحرق تومه. اذا غادي بحول الله وقوته نحرقها في فوق البوطه، وغادي نكملوا الوصفه. بعد ما غادي تحطيها فوق البوطاغاز مع الطميره وانت قريتي على هذه الامنيه ديالك وتتقراي قبول وانت تدوزي على الجسد ديالك، وهذه تتقولي النوايا ديالك اللي بغيتي تجلبي الحبيب، بغيتي تجلبي الخطاب، بغيتي تجلبي السعاده، بغيتي تجلبي اي حاجه باذن الله الواحد القهار. اذا هذه للقبول وهذه للامنيات، ولكن غادي تحرقيها، ولكن الرماد ديالها ان شاء الله بحول الله غادي نرميوه حدا العتبه بعد ما صيقناها 3 ايام بحامضه ليمونه مع
قليل من الملح تنسيقه، وحنا تنسيقه في العتبة 3 أيام، الوقت اللي بغيتي تسيقيها ولو تسيقيها في الليل. وغادي تقولي حيت النحس من هذه العتبة، حيت النحس من هذه العتبة. العتبة بغيناها تجلب الخطاب أو الرزق أو العمل، طردنا النحس من هذه العتبة، بغيناها تجيب غير الرزق وتجيب الخطاب أو تجيب العمل أو تجيب الصحة أو تجيب أي حاجة. إذا غادي نتوقفوا وغادي نمشيو نحرقوا هاد المكونات. إذا هاد التومة يا التومة، بغيتك تجيبي لي زوار من كل درب من هاد التومة يا التومة، جيبي لي زوار من كل درب وكل حومة، جيبي خطاب، جيبي العمل، جيبي غادي إن شاء الله تجيبي لي رزقي من كل درب وكل حومة. التمرة حرقت التمرة وتجيب لي السعد المليح مع فلان ولد فلانة، حرقت التمرة، حرقت التمرة الحلوة باش نكون حلوة مع فلان ولد فلانة، حرقت التمرة باش نكون زهري وسعدي مليح وحلو بحال التمرة. إذا غادي تقولي هاد التعويذة سهلة اللي غادي تقوليها بإذن الله. حبابي جبتكم معايا الكوزينة باش إن شاء الله نحرقوا التوابع اللي عندنا في الجسد ديالنا، ونجيبوا المحبة، ونجلبوا القبول، نجلبوا الخطاب، نجلبوا العمل، نجلبوا أي حاجة بغيت بهذه الطاقة إن شاء الله. هذه فائدة من فوائد الوصفات الشعبية اللي كانوا تديروها النساء قدام. إن شاء الله بحول الله انتي تتحرقي في هاد التومة والتمر، وانتي تتردي هاد الكلمات: حرقت التمر والتومة باش زهري يعمر، حرقت التمر والتومة باش زهري يعمر. الناس اللي عندهم توقيف الحال لا في العمل، تهم يديروها على نية جلب العمل. الناس اللي عندهم توقيف الحال في حتى المال او الرزق، او الناس اللي عندهم قلة العمل، تهم يديروها: حرقت التمر والتومة باش زهري يعمر، على حسب نية الزواج أو نية العمل أو نية جلب المال. لأن تومة يا تومة جيبي لي الزهر والرزق والعمل من كل درب وكل حومة، بغيت زهري يعمر. حرقت التومة والتمر بس زهري يعمر، أو حرقت التمر والتومة بس زهري يعمر. إذا الزهر لا في العمل ولا في الزواج ولا في أي حاجة تمنيتيها أنتي تتحرقي، وإن شاء الله من تحرقي هاد المكونات غادي تحرقوا حتى يوليو لونهم أسود. ومن بعد إن شاء الله غادي تاخدي التراب ديال او البودره ديال هاد التومه مع التمر، غادي يولوا محروقين، وغادي اللحوم التمر والتومه بالزهر يعمر. رميت التمر والتومه بالزهر يعمر، لا في العمل ولا بالزواج ولا بكل شيء. اذا طردت النحس وجبت الزهر، تقوليه قدام العتبه، اذا حتى العتبه. اذا حبابي لعجبكم الفيديو خليوا لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله.